بف او اون هي فول شوب هي جنب كاهي نيم اي نهري خنت في الليل ويا افنا اتشي سيم بطب انت بف لاوس شكره كائن على الأرض وفي السماء هللويا ويرفع قرن شعبه. بيف او اونه معناها شكره أو اعترافه. ايفول معناها جهارا أو علانية. انه ريخين معناها في. افناء تشيسي معناها هو سوف يرفع. لأنه دعا الرب العلي فأعطى يمينه قوة ليقتل رجلا شديد القتال ويعلي قرن شعبه. يشوع بن سراخ 47:6. دعاني القديس أغسطينوس كي أنظر ما تنبأ عنه حجاي وزكريا. الآن قرن شعبه في مذلة الأحزان والمتاعب والتجارب وقرع الصدر. فمتى يرفع قرن شعبه؟ عندما يأتي الرب وتشرق شمسنا، ليست الشمس المنظورة بالعين والتي تشرق على الصالحين والأشرار، بل الشمس التي قيل عنها لكم يا من تسمعون الله تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، والتي يقول عنها المتكبرون والخطاة نور البر لا تشرق علينا وشمس البر لا تبزغ علينا، فهلم وأضئ علينا وارفع قرن خلاص شعبك. آمين.